تعرفي يا رؤى مقولة آخ لو اليوم أطول من 24 ساعة؟ تقوليها؟ عارفة. تقوليها بينك؟ كنت. تعرف المشكلة كنت. وين؟ إن أغلب أي. اللي يقولوها هم ناس دائما يمكن يقعوا في فخ تأجيل المهام صحيح. حتى تتراكم عليهم وتصير عليهم اللي ما تنتهي. لكن في ناس ثانيين ما بيأجلوا المهام ولكن وقتهم ما زال يقعوا في مهدور ضايع. تعتقد إنهم كثير؟ كثير للأسف. لكن خلينا أفوت في حواري معك أكثر رؤى، لكن بعد ما نسمع زميلنا مبارك الكويكبي يقول رأيك لما سأل الناس عن أغلب وقتهم وين يضيعوه، إيش كانت الإجابة؟ يلا نسمع. أغلب وقتي يضيع في صراحة ألعاب الفيديو، ألعاب الجيمينج على الجوال أو على البلاي ستيشن، هذا أغلب وقتي صراحة. أغلب وقتي أنا طبعاً يضيع في القراءة والكتابة، أنا قارئ وكاتب شاعر. تبغون بيتين؟ أنا مرة كنت زعلان على العالم، كنت عجباً لحال حياتنا ومرارتي، عجباً لحال العالمين خرابه. لست أنا من يشتكي من علتي، لكنني أبث الشكاوي سرابه. وقمت من النوم رضيت على الناس، قلت وكأنني شمس النهار إذا بها تصحو على أحزاني الأفراح. سلامتك. طبعا لحظة معليش، أنا قدوتي الفيلسوف والأديب علي الهويريني الله يرحمه، أتمنى منكم جميعا أنكم تترحمون عليه وعلى أمواتنا وأموات المسلمين. والله أغلب وقتي العمل، البيت، النادي، هذا أغلب الأوقات يعني فيها، وإذا صارت فرصة نطلع مع الأهل في المذاكرة أو مع الأهل في الجوال. أروح الدوام، خلص دوام أرجع أنا، خلصت نوم أرجع داو، خلصت دوام أرجع أنا. أغلب الوقت يضيع في السوشيال ميديا وبعض من الوقت في الأسواق. عجبني التفاوت والتباين، يعني عجبني اللي قالك انا اضيع وقتي في الدوام وارجع انام واروح الدوام وارجع من الدوام عشان انام، هذه مضيعة الوقت بحد ذاتها هذه. لكن انا احيي الشاعر اللي ظهر معنا طبعا، صح لسانك في كل ما قلته، واللي قال لك انا البنوته اللي قالت انا اضيع دوامي في اضيع وقتي في المذاكره، لا يا مام ما قاعد ده استثمار وقت. هذا استثمارك فلا تقولي يضيع وقتي اكيد في المذاكره. رو انت وش يضيع وقتك؟ بدون كذب. لا 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 صدق صدق اتكلم. انا يعني اوكي، وفي شغلتين يعني كنت بقول لك عليها. التسويف واحد من الاشياء اللي تضيع لي وقتي، انه يلا الحين خمس دقائق تصير نص ساعه تصير ساعه انتهى اليوم وانا ما سويت اللي ابغى اسويه. هذه من اكثر الاشياء. طب انت لما بتسوفي اثناء التسويف ايش بتكوني قاعده تسوي؟ نثين قاعده على الصوفة ما بسوي، قاعده مريحه دحين شويه، لا تاخر الوقت خلاص بكره كده عادي. طيب لو في شيء ثاني يضيع وقتك ايش؟ ما في، لا لا ما شوفي انا اللي يضيع وقتي فعليا التسويف، لا الجوال يفرق معايا ولا مثلا نتفليكس يفرق معايا ولا مو هذه الاشياء. انا عندي مشكله انه الخطوه الاولى هي اللي بتكون صعبه. لكن اللي فرق معايا فعلا، كنت بقول لك كنت من هذا النوع، اللي فرق معايا فعلا انه اتعلمت انه الوقت الواحد من يصحى بدري وقته مبارك، والله العظيم القومة بدري في بركة في الوقت ما تتخيليها. هذه فرقت معايا كثير، وعلى فكرة رجعت انتكست حالتي لما رجعت الرياض. يعني قبل كده كنت أصحى الساعة 6 الصباح، الحين بصحى الساعة 2 الظهر، يعني فالوضع مرة اختلف معايا. شوفي لا يعني انت ما زلتي بالسيف سايد على فكره، والله الحمد لله بس لا لا والله انا كنت قبل اقول مستحيل اني اصحى بعد الساعه 10، فالحين يعني متضايقه انه بصحى بعد الظهر. بحاول قد ما اقدر اني ارجع ثاني مره انظم وقتي. لها صحيات ولها ايجابيات مره كثير. انا من الناس اللي ما يسهر، ما احب السهر، ما احب الخروج اخر الليل، فالوقت بيضيع انا قاعده في البيت. فهذا على فكره قاعده البيت حلوه، لكن تلقى لها اشياء كثير ممكن تستثمري فيها. والله سوي شيء. طب انت حكيني كيف مضيعت الوقت معاك؟ مسكينه انا، اي نو انت ايش بتسوي في الطياره؟ اتمنى يكون عندي وقت اضيعه بصراحه. انا ما اعرف هذه نعمه او 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 مشكله عندي. اللهم لك الحمد. ما شاء الله. اللهم لك الحمد.
أقدر أقول لك أنا بعد 3 أسابيع لو تعطيني تاريخ معين هقدر أقول لك أنا هيكون عندي 1 2 3 عارفة بالضبط جدولي. فمن نعم رب العالمين أنك تكون مشغول بما ينفعك صحيح وأنك مشغول بما كذا. لكن بس هي إدارة الوقت هذه أنا أتكلم عنه لبنى. أنا ما أتكلم عن إدارة الوقت. أيوه. أنا وقتي هو اللي يديرني للأسف. أيوه. أنا ما أدير وقتي. أيوه. بس لأنك أنت أنا يومي قوالب مسكنة. من الساعة 8 للساعة 6 أنا عندي هذا الأعمال. يس. عندي هذا الالتزام من الساعة 8 أو من الساعة 6 للساعة 8 عندي هذا الشيء. ساعتي لنفسي هذا الشيء أضيع فيها أمارس فيها تضيع الوقت بأريحية. لكن أرجع أقول ترى من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده أن يكون عندك وقت تهدره. أنا أشوف أحيانا مش بالضروري ناخذ هذا الموضوع على أنه شيء سلبي أنك تستثمر الفراغ وتسوي فيه شيء أو تسوي فيه إلا شيء. أيوة. تسوي فيه إلا شيء هذه من نعم رب العالمين. بس اللهم أن كل شيء بيزيد عن حده صحيح طبعا بيكون أتفق. أكيد غلط. أتفق معك. وإحنا عشان لا نهدر وقت البرنامج خلونا نطلع فاصل من بعد ونكمل. بعد الفاصل سعودية تحول موهبتها في صناعة الدمى إلى حرفة إبداعية فنية.